سؤال: هل يجوز للمسلم أن يؤجل حجة الإسلام، حجة الفريضة، لينفق المال الذي جمعه لحجه لإعمار غزة وكفالة أيتامها إن كان ما يستطيع أن يجمع بين الأمرين معا؟ الجواب عن هذا: لا شك في فضيلة إطعام المضطرين من المنكوبين من المسلمين الذين يعانون من ويلات الحروب وأهوالها، والمرابطون في أكناف بيت المقدس أولى الناس بذلك. هذا يقدم على حج النافلة، أما حجة الفريضة فلا يقدم عليها شيء. ففي المصنف لعبد الرزاق عن الثوري وقد سأله رجل: الحج أفضل بعد الفريضة أم الصدقة؟ فقال: إذا حج حجة فالصدقة، يعني إذا كان قد حج حجة الإسلام فالصدقة على المنكوبين أولى من حجة النافلة. فمن حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. اتفق عليه روى البخاري ومسلم. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع في حج النافلة لما سبق من النصوص وغيرها. طيب،